السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام فرح هنيا اي سارة، جيسبر كو فوز الي بيان. الور سيل فو بلي، اول حاجة كنبداو بها ديما كما العادة، الصوت واش مزيان؟ الصوت كيتسمع مزيان سيل فو بلي؟ Oui, monsieur. واضح، سي بون. دونك على بركة الله، واخيرا هاد الحصة كتب ليها انها تصدر، لانني تخوا فوا، هادي هي لا تخوازيام فوا كنحاول نديرها، ولكن كنتو فوالا كان اللي عنده ليكزامان ليبر، كان اللي عنده فوالا مصلحش، اغلبيه ولا ما كانش صلاحش ليهم يحضروا ليها. دونك دابا نقدروا ثلاثه ديال الطلبه كافيين باش اننا نقدروا نلونسيو سيت سيونس. دونك هاد التمرين هذا غادي نفهموا فيه راس الخيط ديال الدياغرام او بي اش، ولا او بوتونسييل، ولا لا كورب دو بور بي. Voilà, de A à Z. Donc la première étape de l'exercice, le nombre d'oxydation. C'est bon. Donc je ne sais pas où je vais répondre la première question là. Là, c'est bon. Donc je vais répondre à la question. دونك نبداو على بركة الله، نحسبو لو نومبر دوكسيداسيون ديال النيكل. دونك دوغري دوكسيداسيون ديال النيكل شحال كتساوي؟ وي سي شحال هي دوغري؟ زيرو. تري بيان. بوركوا زيرو؟ باسكو سي ان كومبوزي كي نوتر، كي لا شارج ديالو محايدة، ما فيها لا بلوس ولا موان. دوغري دوكسيداسيون ديال Ni 2 plus. شحال كتساوي؟ وي plus 2. تري بيان، سي بلوس 2. دونك كنجيبوها من هنا، سي لا شارج ديال لا موليكول. دونك سي تو سامبلومون بلوس 2. دوغري دوكسيداسيون دو ان اي، دونك لاحظوا معايا، دوغري دوكسيداسيون دو ان اي، دونك غادي ندير ان اي اون غرا دون لا موليكول in OH2. شحال هي؟ وي، دونك شنو غنديرو بوغ ريزودغ سو بروبليم؟ غنطبقو القاعدة ديال اش؟ دوغري دوكسيداسيون ديال الأكسجين بليس دوغري دوكسيداسيون ديال الهيدروجين. ونديرو لا سوم ديالهم كيساوي شحال عندنا ديال لي شارج؟ شحال عندنا من شارج في هاد لا موليكول؟ شحال كاينة من شارج؟ زيرو. زيرو. Très bien. Donc la somme d'IL, la somme algébrique des degrés d'oxydation égale à combien? Égale à la charge de la molécule complète. Donc c'est 0. Donc ça veut dire quoi? Que degré d'oxydation de nickel plus 2 fois degré d'oxydation de l'oxygène plus 2 fois degré d'oxydation de l'hydrogène, donc la somme شحال كيساوي 0. Donc je connais le seul inconnu ici, ou bien sûr le nickel. Donc on a déjà un degré d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2, degré d'oxydation de l'hydrogène c'est plus 1. On peut résoudre la معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد. Et donc finalement on trouve que le degré d'oxydation de nickel, شحال تعطينا؟ دونك 2 موانز دونك تعطينا شحال؟ واحد بلس 2 بلس 2 جوج. تري بيان، دونك سي بلس 2. حاولوا ديما تكتبوا دوغري دوكسيداسيون بلا فوالا بلي شيفر بلي شيفر روما، سي بون. ديما دوغري دوكسيداسيون نحاولوا نكتبوها بلي شيفر روما. كاينه واحد الطريقه اخرى، مي مهم غير فوالا للاضافه، تقدروا تحسبوا بها دوغري دوكسيداسيون. دونك ان اي او اش 2 شنو هي؟ ان اي لاصقه فيها او اش من لهنا او اش من لهنا، ياك؟ لاحظوا معايا شكون هو لو بلوز الكترو نيجاتيف؟ هو الاكسجين، ياك؟ دونك هنا سي غتكون موان زا موان موان زا، وهنايا شحال تكون ديال ان اي؟ qui fait juge de la charge. Donc c'est ce qui explique que le degré d'oxydation est égal à plus 2. Il faut que tu aies un peu de
الإضافة بقات لنا آخر آخر فوالا آخر اسبيس نحسبوا ليه الدوغري دوكسيداسيون ديالو هو ان اي دون ان اي او 2. دونك نو زالون فير لا ميم شوز. دونك دوغري d'oxydation de Ni dans la molécule NiO2 égale à combien? Donc on a toujours la somme des degrés d'oxydation dans la molécule NiO2. NiO2 c'est une molécule qui est neutre, donc la somme qui ça est 0. Donc ça veut dire que le degré d'oxydation du nickel plus 2 fois degré d'oxydation d'IL, l'oxygène égale à combien? Ça va nous donner 0. Et donc, déjà qu'on a un degré d'oxydation d'IL, O, il y a moins 2. Donc, degré d'oxydation d'IL, nickel, 2 fois moins 2, donc c'est plus 4. C'est bon? Donc, c'est plus. Voilà, plus 4. Et comme ça, quand on a tous les degrés d'oxydation. Donc, le Qnaf Ni 0, le Qnaf Ni 2 plus plus 2, le Qnaf NiOH 2 plus 2, ou le Qnaf NiO 2, Qnaf plus, voilà, plus 4. C'est bon, donc comme ça, quand on a là, la première question. La deuxième question, calculer le pH. Donc, de la question. Le pH donc calculer la valeur de quoi? Dit le pH au-delà ou là à partir de laquelle les ions de nickel de يعني شنو كيقصد بليزيون دو نيكل 2؟ شكون اللي يقدر يشرح ليا شنو هي ليزيون دو نيكل 2؟ وي هما ليزيون اش هما ان اي دو بليس. تري بيان، هما ليزيون ان اي دو بليس. تري بيان، هادو هما ليزيون دو نيكل 2. 2 كتعني دوكري دوكسيداسيون. بريسيبيت، شنو كنقصدو بريسيبيت؟ يعني كيترسبو سو فورم ديدروكسيد دو نيكل. هنايا الفهم ديال هاد السؤال اهم من الجواب ديالو. دونك شكون هي لا فالور ديال بي اش بحيث ان ليزيون ديال النيكل يترسبوا لينا في لا سوليسيون على شكل هيدروكسيد دو نيكل. دونك باش نحلوا هذا لو بروبليم هذا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد الشيما تو سامبلومون. دونك عندنا واحد لا سوليسيون، هاد لا سوليسيون كيتكون من ديزيون ان اي دو بلس ومن ديزيون اش. شكون هما لي زوطر ايون باش يترسب لينا على شكل شكون هو الهيدروكسيد دو نيكل؟ بعدا هو ان اي او اش او اش. تري بيان، هو ان اي او اش دو. دونك شكون هما لي زوطر ايون اللي غادي يترسبوا لينا باش نلقاو ان اي او اش 2؟ هما لي زيون. وي او اش موا. تري بيان، او اش موا. دونك او اش موا غيتلاقاو هنا لتحت. دونك بحال قلتو ال ان اي دو بلس، نحاول نصغر شويه الكتابه. دونك بحال قلتو ال ان اي عندها جوج ديال لي شارج بوزيتيف مع من غتلاقى، كل بلوس غتلاقى مع من، مع اش او موان. دونك الموان غادي تاتاكي لينا البلوس، ياك؟ و شنو غيتكون لينا؟ غيتكون لينا شنو؟ ال ان اي و اش دو. سي بون، اللي غادي تبريسيبيتا، المهم غيعطينا واحد الرصيب هنايا. هاد الان هو اش دو اللي كيترسب، كيترسب على شكل سوليد. سي بون، كيترسب بيان سور رصيب كيكون في الحاله الصلبه ان اي او اش دو.
دونك بيان سور كيكون ا ليتا سوليد. وكما شفنا في الحصه الاولى اللي درسنا فيها لي نوسيون دو باز بور ميتريزي لو دياغرام او بوتونسييل, شفنا ان لي رياكسيون دو بريسيبيتاسيون كيكون فيهم واحد الميتال اللي عنده واحد لا شارج ان بلس اللي كيتفاعل مع فوالا مع دي زيون اكس موان باش كيعطينا شنو, باش كيعطينا ان سوليد. دونك سي ان ايكيليبر دو بريسيبيتاسيون كيعطينا ان سوليد ام فوالا اكس ان. دونك تو سامبلومون هادي هي لا رياكسيون دو بريسيبيتاسيون, نفس الشيء اللي طرالنا هنايا. دونك شكون اللي قدر ولا شكون اللي تقدر تفتي عليا لا رياكسيون دو بريسيبيتاسيون؟ حيت باش نحسبوا البي اش ضروري شنو هي الحاجه الضروريه اللي خصنا ندوزو منها, خصنا نحددوا ليكواسيون. تري بيان, ليكواسيون دو بريسيبيتاسيون. دونك il faut déterminer l'équation de précipitation. دونك شكون اللي تقدر تفتي عليا ليكواسيون دو بريسيبيتاسيون؟ ان اي 2 بلس بلس 2 او اش موان. شحال تعطينا؟ ان اي او اش 2. تري بيان, ان اي او اش 2 كي داير لا فاز ديال ان اي او اش 2 سي ان سوليد. نقدروا نديروا هذا السهم, هذا السهم كيعني انه كيترسب في الاسفل. دونك بيان سور ان اي 2 بلس كتكون ا كو او اش موان حتى هي كتكون ا كو. فوالا كيتلاقاو وكيعطيونا ان ايكيليبر دو بريسيبيتاسيون. دونك باش يترسبوا لينا هاد لي زيون هادو ويعطيونا ان اي او اش 2, شحال خص البي اش يكون كيساوي؟ وي ساشون بيان كو في المعطيات عطينا شنو عطينا في لي دوني, عطينا كا اس شوا وديجا هضرنا على هاد لا كونستانت كتسمى لا كونستانت دو سوليبيليتي ولا لو برودوي دو سوليبيليتي. شحال كيساوي؟ وي شكون اللي يقدر يقول لي شحال كيساوي هاد, شحال كتساوي هاد كا اس؟ Concentration de OH- à la puissance 2 fois la concentration très, de très bien. Donc, ça veut dire donc KS, ça veut dire c'est doit se dire mais ça un solide. Oui, toujours la précipitation il y a tarsob ou rasib qui compte dans la salba. توجور كتعطينا سوليد. دونك برودوي دو سولوبيليتي, سولوبيليتي يعني الذوبانيه, الذوبانيه ديالاش ديال الجسم صلب بيان سور انكور سوليد. دونك كا اس كتساوي لينا ان اي دو بلس لا كونسونطراسيون دو ان اي دو بلس فوا لا كونسونطراسيون دو كوا ديزيون اش او موان بيان سور ا لا بويسونس ديال لو كويفيسيون ستوكيوميتريك دو. دابا السؤال المطروح, بغينا حنا نلقاو بي اش, ياك بي اش شحال كيساوي كما شفنا في اس 3؟ شحال كيساوي البي اش؟ تري بيان, موان لوغ ديال اش 3 او بلس ولا اش بلس. وحنا في العلاقه شنو عندنا؟ عندنا اش او موان. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا ندمجو شنو؟ كا او كتساوي لا كونسونطراسيون دو اش او موان لا كونسونطراسيون دو اش 3 او بليس. تري بيان, دونك عندنا كا او كتساوي لو برودوي فوالا لو برودوي ايونيك دو لو دونك اش 3 او بليس فوالا كونسونطراسيون دو اش او موان كتساوي بيان سور 10 على بويسونس موان 14. دونك شنو غادي نديرو هنا حنايا؟ تو سامبلومون عندنا او اش كتساوي لا غاسين ديال كا اس على لا كونسونطراسيون ديال ان اي دو بلوس. تري بيان, دونك عندنا دونك انطلاقا من هاد العلاقه هادي عندنا اش او موان كتساوي لا راسين ديال اش ديال كا اس على ان اي دو بلوس فوالا. وعندنا او اش مو عاوتاني كيفاش شحال حنا شنو الهدف ديالنا من هاد التمرين؟ هو نلقاو بي اش, ياك بي اش هو ناقص لوغ دو اش 3 او بليس. دونك شنو غنديرو؟ تو سامبلومون غنخرجو اش 3 او بليس. اش 3 او بليس شحال هي؟ هي كا او مقسومة على او اش مو, ياك
Très bien. Bon, donc, nous allons tout simplement. Il a dakhilna naqis log moins log. Il a dakhilna ala. Voilà, il a dakhilna log ala hadj jiha. Naqis log. هنا خصنا ندخلو ناقص لوغ سي بون دونك ندخلو ناقص لوغ على كلا الطرفين اي دونك غنلقاو موان لوغ ديزيون اش 3 او بلس تساوي لينا موان لوغ دو كا او كا او سور اش او موان سي بون ونشدو شنو غنديرو نشدو اش او موان ونعوضوها بالقيمة ديالها هناك شنو اللي غنديرو Donc, ici, bien sûr, on voit pH. Il se met le pH de précipitation. Le pH au-delà de laquelle les ions NiOH2 se précipitent. Donc, voilà. Donc, je vais dire H au moins, même à H2. Donc, on va faire en fonction de Ks. Donc, le pH de l'énabcole basata va être moins log de Ke. Moins moins, donc ça va nous donner plus, donc plus log de H au moins. Donc il y a moins log de KE plus log de LH. On a de H au moins, bah, je peux pas le mal le Donc ça a log de la racine carrée. De Ks divisé par Ni de plus. Voilà, cool chien, 9 le mois à taille de l'Tsmerin. Donc, application numérique. pH, chal qui s'awi. Moins log de Ke. Ke, il y a naqis, ashraus naqis 14, donc il y a naqis log de ashraus naqis 14, donc il y a 14. Plus. Log de la racine carrée d'LH, d'LKS. Je vais vous donner l'expression de KS. Oui. H sera à la puissance moins stash. Voilà. Ou N est de plus, je vais Donc, il a rajouté sur le tsmrin. Je vais vous l'ahdo. L'ahdo, je vais l'expression de Mohima. H sera à la puissance moins 3. Moins 3 ou moins 2? Moins 2. Voilà, là, je dois le jumeler ici. Je nous dis que la concentration des espèces solubles sera prise égale à combien? Je nous dis que c'est les espèces solubles. Un liquide beau. Un et de plus, c'est un espèce soluble, n'est-ce pas? Et c'est ce qui compte à que, d'ailleurs, forcément. Donc, la concentration des espèces solubles, c'est 10 à la puissance moins 2. Donc, on a la concentration. Bien sûr, on a voilà, la concentration de Ni de plus. Donc, on a Zidua, s'il vous plaît, entre crochets. Donc, il y a 10 à la puissance moins 16 divisé par 10 à la puissance moins 2. Donc, chaque qui s'est le pH au-delà de laquelle les ions NiOH2 vont se précipiter. Chal. Oui, chal, qu'est-ce Bois, s'il vous plaît. Oui. Combien? On peut le calculer sans calculatrice. Donc il y a 14 plus log de à la puissance 1/2. Voilà, donc moins 16 moins moins 2, il y a moins 16 plus 2. Donc il y a 2 moins 16, il y a moins 14. 10 puissance moins 14.
دونك هي شحال؟ هادي غتهبط لتحت، غتهبط لهنا. دونك شحال غتعطينا؟ هي 14. موان 7، متفقين؟ 14 على 2، دونك ناقص. أستاذ، دابا واحد السؤال. دابا الكونسنتراسيون تاع ان اي دو بلوس، ما فهمتش علاش 10 أس ناقص 2 كان عندنا 10 أس ناقص 3. فينا هي 10 أس ناقص 3؟ هي 0.0001. ملاش جبتي ديك 10 أس ناقص 3؟ ها هي في التمرين عطينا 10 أس ناقص 2، شتيها؟ ولا عندكم نتوما في التمرين عاطي 10 أس ناقص 3؟ انا في التمرين مكتوبة 0.001. واش التمرين اللي انا خدام به ولا التمرين ديال التادي ديالكم؟ صاف صاف، حيت انا متبعة في التمرين ديال التادي ديالنا. فوالا، دونك في التمرين ديال التادي ديالكم غادي تلقاي بيان سور الا خدمتي بدي سا لا بويسونس موان 3 غادي تلقاي نتيجة مختلفة، وقيلا غتلقاو في بي اش 7.5 ياك، لا ما خصش نكتب. فوالا، المهم هادو فقط معطيات ديال التمرين، يقدروا يتفاريو. دونك الفو نوتي فوالا، خدم الا كنتو كتخدموا التيدي راه بلاصه 10 اس ناقص 2 ديروا 10 اس ناقص 3، سي كلير؟ واضحه كيفاش حسبنا هاد البي اش هذا، ياك؟ ما كاينش مشكل. دونك دابا السؤال اللي غنطرحوه نزيدو نفهموا لا كيسيون مزيان. دونك سيبوزون انه في لا سوليسيون كانوا عندي les ions Ni de plus. وانا بغيت نفورمي شنو؟ بغيت نصاوب ان او اش 2، ياك؟ باش نصاوب ان او اش 2 شنو خصني نزيد؟ خصني نزيد الاش او موان. دونك ملي غنزيد الاش او موان شنو غيطرى البي اش دلا سوليسيون؟ ما حدي كنزيد الاش او موان شنو غيطرى البي اش؟ غيتزاد. زاد فوالا، غيبقى يتزاد يتزاد حتى يوصل لواحد القيمة، ان فوا يوصل لسبعة، ياك؟ تما شنو غادي يبدا يبان ليا؟ غادي يبان ليا لو برومي اباريسيون دي برومي كريستو ديال ان اي او اش 2، سي بون؟ دونك كنشد انا ان اي 2 بلس ديجا انيسيالمون في لا سوليسيون، نبقى نزيد عليه لا باز اش او موان اش او موان حتى نوصل لواحد النقطة، دونك ما حدي كنزيد البي اش كيتزاد، دونك حتى نوصل لسبعة، اون فوا غنوصل لسبعة شنو غيطرى ليا؟ غادي يظهر ليا لو بريسيبيت، سي بون؟ هذا هو لا كيستيون. دونك شحال خصني في البي اش باش يبدا يترسب ليا le solide NiOH2. Donc d'abord en deux eaux, la question suivante. Place. أستاذ، oui. أستاذ، دابا هو رسم لينا الطريق بالأسئلة، مثلا في الإكزام إلا عطاك غير سؤال واحد هو ترسم دياغرام، باش هادي نعرفو شكون هو هذاك السوليد اللي غتوقع عليه البريسيبيتاسيون، واش باينة زعما ضروري تكون فيه داك أو أش تو؟ ضروري يكون فيه أو أش، علاش؟ باش كتدخلي ديك العلاقة ديال أش أو موان، فهمتي؟ ضروري كيكون انيدروكسيد، ضروري تكون فيه او اش، هذاك هو اللي غتخدمي عليه، وضروري كيعطيك لا كونستانت، شتي الا قال الا ضروري كيعطيك لا كونستانت دو سوليبيليتي. انطلاقا شوفي في لا كونستانت دو سوليبيليتي شنو عطينا هنا، ان او اش 2، دونك هو اللي غنخدمو عليه، سي كلير؟ وي سي كلير. سي بون، دونك ندوزو لا كيسيون سويفون. مي قبل سيل فو بلي بغيت نسول غير واحد السؤال. شنو بان ليكم شكون اللي حسن في الاخر في القرايه؟ واش حسن ا ديستونس ولا بريزونسييل؟ سيل فو بلي كل بريزونسييل بريزونسييل. وي، كاينش ما حسن من الحضور. سليمه، حتى انت بريزونسييل ياك؟ وي بريزونسييل. ساره اوسي، فوالا. دونك ما كاينش شي حاجه غادي تعوض، مالوغوزمون ما رانيش في الرشيديه، اما كون درنا كون كنا كنديروا هاد الحصص النسائي يكونوا بريزونسييل. سي بون، دونك ندوزو لا كيسيون سويفونت. بلاسي لي 4 كومبوزي كونسيديري سور ان دياغرام 2 بور بي. كنظن هادي هي لا كيسيون لا بلوز انتيريسونت، وهادي هي واقيلا هي اللي لقيتو فيها المشاكل. ياك لا كيسيون 3،
Donc, هنا غادي نديرو on va placer ces quatre composés les هما voilà هما هادو les NI مع les NI2 plus مع les NiOH2 مع les NiO2 غادي نصاوبو ان دياغرام دو بوربي بريليمينير. شنو كنقصدو بريليمينير؟ يعني مسبق، يعني كيعطينا اون ايدي بحال كنديرو لو بلون ديال الدياغرام ديالنا كيفاش غيطلع. اذا على بركه الله نحاولوا نتراسيو هذا الدياغرام بريليمينير. دونك الدياغرام بريليمينير شنو كيكون فيه؟ دونك كيما شفنا فاش هضرنا على لي نوسيون دو باز باش كنميتريزيو لا كورب دو بور بي، الفوق شنو كيكون؟ دونك اون فا ايتيدي شنو لا فارياسيون دو كوا اون فونكسيون دو كوا. دونك كندرسو التغير ديالاش، وي كندرسو التغير ديال البي اش بدلاله اش دلاله لو بوتونسييل. بي اش ما عندوش يونيتي، مي لو بوتونسييل عندو لونيتي ديالو بيان سور هي الفولت. سي كلير ياك، واضحه هاد النقطه هادي حتى لهنا مزيان. دونك فهاد الدياغرام بريليمينير شنو كنتراسي؟ شنو هي اول حاجه كنتراسيها؟ هي لو بي اش ديال اش. البي اش اللي حسبنا سي لو بي اش دو بريسيبيتاسيون. دونك كنجي كنحط هنايا في السونتر لو بي اش دو بريسيبيتاسيون كيساوي لينا 7. سي بون، هذه هي اول خطوه. الخطوه الثانيه شنو هي؟ هي كنحاول نكلاسي لي 4 اس لي 4 اسبيس. دونك عندي كومبيان دي اسبيس؟ عندي 4 اسبيس. دونك كندير حدايا واحد الطابلو وكنرتب فيه دوك لي اسبيس من اصغر دوغري دوكسيداسيون لاكبر دوغري دوكسيداسيون. دونك كنجي لهنا تو سامبلومون كنكتب الاسبيس اللي انا خدام عليه والدوغري دوكسيداسيون. دونك شكون هما لي اسبيس اللي عندي؟ عندي ال ان اي اصغر دوغري دوكسيداسيون عندها 0، ال ان اي دو بلس مع ال ان اي او اتش 2 ils ont la même degré d'oxydation. سي بون، لو ميم دوغري دوكسيداسيون سي بلس 2. فوالا، في الرتبه الثالثه شكون اللي عندي؟ عندي ان اي او 2. دونك ان اي او 2 عندو في الدوغري دوكسيداسيون بلس 4. دونك شحال كان من دوغري دوكسيداسيون عندي في التوتال؟ شكون هما الانواع اللي عندي؟ عندي الزيرو، عندي البلس 2. دونك هنا اوتوماتيكمون الدياغرام ديالي كيتقسم لثلاثه ديال الطبقات. سي بون، الدياغرام ديالنا كنقسموه لثلاثه ديال الطبقات. اما الطبقه الاولى فهي شنو؟ باش تكون خاصه بلي زيسبيس اللي عندهم دوغري دوكسيداسيون شحال كتساوي؟ كنبدا من الفوق. دونك il faut noter que plus le degré d'oxydation augmente plus le degré d'oxydation augmente plus le potentiel augmente. C'est bon. Donc l'espèce اللي عنده اصغر degré d'oxydation ni donc كنكلاسيه في الطبقه الدنيا. C'est bon، متفقين ياك؟ واضحه هاد العمليه. كنقسم الدياغرام ديالي الأربعة ديال الطبقات، ثلاثة ديال الطبقات. الطبقة الثانية باش خاصة؟ وي ان اي دو بلوس. تخي بيان، ان اي دو بلوس، ان اي دو بلوس و ايكالمون شكون؟ ان اي و اش دو. فوالا، دونك الطبقة الثانية غادي تكون متعلقة بان اي دو بلوس مع ان اي و اش 2. الطبقة الثالثة شكون اللي غيكون فيها؟ ان اي او 2. تري بيان، ان اي او 2. متفقين حتى لهنا ياك؟ دابا بقى لنا واحد المشكل،
الا سولتكم شكون هو النوع ديال ليكيليبر اللي ممكن يكون ما بين ان اي و ان اي دو بلس، شكون هو النوع ديال ليكيليبر ولا ديال لا رياكسيون؟ نقولوا ها ان اي دو بلس هنا مثلا وها ان اي هنا، شنو شكون منهم؟ تري بيان، سي اون رياكسيون اوكسيد، تري بيان، سي اون رياكسيون اوكس اوكسيدو ريدكسيون، سي بون. دونك شنو كنستنتج هنايا؟ ان هاد الخطوط الافقيه، شفتوهم هاد الخطوط الافقيه اللي رتبنا، شنو علاش كيعبروا علينا؟ كيعبروا لنا على ديزيكيليبر اللي هما تفاعلات اللي هما اكسده اختزال، دي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون. دونك ضروري تنوطيو هاد الملاحظه هادي. لي تري اوريزونتو، دونك اون ريمارك تري انتريسونت، الخطوط الافقيه لي تري اوريزونتو ريبريزونت كوا؟ ريبريزونت لي زيكيليبر اش لي زيكيليبر ولا لي رياكسيون اوكسريت. سي بون، هذه القاعده الاولى. القاعده الثانيه شنو هي؟ الا سولتكم شنو هو النوع ديال ليكيليبر اللي كاين ما بين ان اي او اش 2 و ان اي 2 بلس؟ وي سي ان ليكيليبر دو كوا؟ وي سيل فو بلي، شنو هو النوع ديال ليكيليبر ما بين ان اي 2 بلس؟ شفناها قبيله ان اي دو بلس هنا تاهو نفس نو. شنو خصني نزيد ان اي دو بلس باش نلقى ان اي او اش 2؟ اش 2 زو. علاش اش 2 زو؟ علاش نزيد اش 2 زو؟ اش بلس؟ لا ماشي اش بلس، اش او موان. اش اش او موان، تري بيان. شحال من اش او موان؟ دو اش او موان، تري بيان. Donc il faut rajouter 2h au moins. Donc ni de plus plus 2h au moins, ça fait ni OH 2. C'est clair? Donc je n'ai pas de l'équilibre. Acide basique. Ah oui, il est l'acide basique. Qui est là, je n'ai pas de l'équilibre. كنرمزو ليها بخطوط متقطعه. بريسيبيتاسيون، بريسيبيتاسيون. تري بيان. دونك الملاحظه الثانيه، الخطوط، اوكي لي تري قلنا عندنا خطوط افقيه وعندنا خطوط عموديه. لي تري فيرتيكو ريبريزونت لي زيكيليبر اش. وي les équilibres de précipitation précipitation ou bien oui il peut y avoir un équilibre de précipitation ou un équilibre acido basique باش غنعرف انا في التمرين واش عندي ان équilibre acido basique ولا ان ايكيليبر دو بريسيبيتاسيون. شكون اللي تقدر تجاوبني على هذا السؤال؟ شوفوا لي برودوي تري بيان، سوليد غادي يكون بريسيبيتاسيون ماشي بالضروره. تري بيان، ملي قلتي سوليد هذه فكره مزيان. من ناحيه لي دوني ديال ليكزيرسيس كي درنا عرفنا هنا بلي عندنا ان ايكيليبر دو بريسيبيتاسيون، شنو هو المعطى؟ عندنا واحد الرصيب، وباش عرفنا عندنا ذاك الرصيب من خلال المعطيات التمرين. لاحظوا معايا هنا شنو ك اس. اه فوالا. دونك الا عطاني في التمرين، الا عطاني لا كونستانت ولا لو برودوي دو سولوبيليتي ك اس، كنعرف بان راه سي ان ايكيليبر دو بريسيبيتاسيون. شنو هو المقابل ديال ك اس في لي رياكسيون اسيدو بازيك؟ ك ا. تري بيان، ك ا او بيان
PK. حتى هنايا KS أو بيان PKS. نفس العلاقة اللي بين KS و KA و PKA. دونك كلنا كنعرفوا أن PKA بوتي KA. دونك كتساوي ناقص لوغ دو KA. و KS PKS حتى هي كتساوي ناقص لوغ دو KS تو سامبلومون. سي كلير. دونك فين ما يكون عندي ايكيليبر دو بريسيبيتاسيون ولا اسيدو بازيك مازال نخدمو ان اوتر اكزيرسيس لي فيه ان ايكيليبر اسيدو بازيك فوالا كنطبقو كنخدمو بكا ولا بي كا. سي بون حتى لهنا مزيان. سؤال دابا ملي كندير ان تري فيرتيكال دونك لاحظوا معايا كندير خطوط متقطعه هكا ها فيرتيكالمون بحال هكا باش غنعرف انا شكون اللي يقدر ولا تقدر تقول لي علاش ان اي دو بلس في اليسار وعلاش هادي في اليمين. وي كي غندير نعرف غنعرف انطلاقا من لا فالور ديالاش غنعرفو انطلاقا من لا فالور ديال لو بي اش. سي بون شنو كيتسمى هاد لو بي اش هذا اللي حسبنا سي لو بي اش دو دو بريسيبيتاسيون. تري بيان يعني اون فوا كنوصل ليه شنو كيطرى ليا كيظهر ليا لو بريسيبيت. سي بون دونك سي لو بي اش او دولا دو لاكيل لي زيون ان يو اش 2 فون سو بريسيبيتي. دونك حتى كان يعني قبل ما نوصل لهاد البي اش 7 شنو كان عندي كان عندي غير ان اي دو بلس. اون فوا كنوصل ليه كيبانوا ليا لي بخومي كريستو ديال ان اي او اش 2. دونك سي بور سيت ريزون خاصني ندير الان اي دو بلس ا غوش. علاش؟ لانهم في البي اش ديالهم صغر من 7 مازال فوالا الهيدروكسيد ما تكون. اون فوا كيتكون الهيدروكسيد يعني هنايا راني دخلت في البي اش كبر من 7. سي بون استاذ. وي حنا البروف قال لنا زعما لارغومون اللي دار باش درنا ان اي دو بلس ا دروات قال لك زعما حيت ان اي دو بلس اسيد كابت او اش موان داكشي علاش درنا داكشي علاش قلت لك زعما رياكسيون اسيدو بازيك. اه وي مي قال لك سي ان اسيد كي كابت لي زيون او اش موان. حيت شنو هي لا ديفينيسيون ديال الاسيد هنايا واش ايل كابت واش اي ليبر دون اش بلس. ها دابا لا ديفينيسيون د لاسيد هو عرفت انا عرف لكم لاسيد بواحد لا ديفينيسيون واحده اخرى. لاسيد كاين عندنا لويس وكاين برونشيت. كابت لي زيلوكترون دون اش تري بيان كاين برونشيت وكاين انوتر اريونيس جيوب لي واقيلا هو قالك على حسب الاريونيس. الاريونيس كيقول انه كي كابت لي زيون او اش موان. مي حنا كنهضروا على لي رياكسيون اسيدو بازيك سولون حيتاش لا ميور ديفينيسيون هي لا ديفينيسيون دو برونشيد. ديك لارغومون اللي قال لكم الاستاذ حتى هي صحيحه متفق دونك حتى هي صحيحه ولكن ان باش نقولوا ان ان اي دو بلس بلس اش او موان سي اون رياكسيون اسيدو بازيك هنا لا ما متفقش. دونك اون بو دي نقدروا نسميو هذا بيان سور un acide, mais ce n'est pas selon Bronchet, c'est un acide, mais selon bien sûr quoi? L'acide selon Lewis, il capte quoi? Il capte les électrons. Donc c'est un acide, mais selon Lewis, ce n'est pas selon Bronchet. Mais en général, il y a de la réaction comme là, mais on dit que l'acide basique, c'est une réaction de précipitation. C'est bon, c'est une réaction de de précipitation au slime. Mais bien sûr, l'argument légal au sel, c'est ça. Oui, mais N2+ ou NaOH2 sont des couples acido-basiques. Non, ils ne sont pas des couples acido-basiques. Ce sont des couples de précipitation. Il y a quand même des couples acido-basiques. Fina, il y a le Ka. Je fais un petit. Fina, il y a la constante d'acidité. هنا راه عندنا شكون سيلفو بلي شكون في لي بروف واش لو بروف بتان ولا شي حاجه بحال هكا واش الريسبونسابل نيس
الريسبونسابل وراه الى غير اللي مكتوب سميتو في جو بونس الى غير نسا ولا شي حاجه. اما هذا سي ان كوبل دو بريسيبيتاسيون سي بون سي ان كوبل دو بريسيبيتاسيون. دونك ابري شنو هي العلاقه ما بين ان اي او 2؟ دونك متفقين دابا على ان الخطوط الافقيه كيعنيو ديزيكيليبر اوكسغيد والخطوط العموديه كيعنيو ديزيكيليبر دو بريسيبيتاسيون لا اسيدو بازيك. دونك شنو هو النوع ديال ليكيليبر ما بين هاد الجوج؟ وي ما بين ان اي 2 بلس و ان اي او 2 شنو هو النوع ديال ليكيليبر؟ سي ان كوا باش كيتفرقوا بخط عمودي ولا بخط افقي؟ كيتفرقوا بخط افقي. دونك سي ان ليكيليبر دو كوا؟ اوكسريد. اوكسريد تري بيان اوكسريد. دونك لاحظوا معايا جينيرالمون ملي تشوفوا اون فارياسيون دو دوغري دوكسيداسيون، علاش؟ لان لاحظوا معايا هنا الدوغري دوكسيداسيون 0، هنا بلس 2، هنا بلس 4. دونك اون فوا تشوفوا الدوغري دوكسيداسيون تفاريا تعرفوا بين راه 100% سي اون سي ان ايكيليبر اوكسريد. مازال عندنا نوتر ايكيليبر ولا لا؟ وي ليكيليبر اونتر كوا اي كوا؟ ان اي ومع ان اي او دو. تري بيان هادو بجوج حتى هما شنو؟ سي ان نو اوكسريد. اوكسريد تري بيان. دونك ان اي او اش دو مع ان اي او دو حتى هو سي ان اوكسريد. ابخي مازال نسينا واحد اخر، هاد الجوج هادو ما بين ان اي و ان اي او اش تو حتى هو سي ان كوا اوكسريد. اوكسريد. دونك شحال عندي من كوبل اوكسيدو ريدكسيون في هاد التمرين كامل؟ عندي 1 2 تري بيان، عندي 4 كوبل اوكسيدو ريدكسيون. شحال من كوبل دو بريسيبيتاسيون عندي؟ واحد. واحد تري بيان. دونك شنو غادي نديرو حنايا تو سامبلومون؟ واش واضح دابا هاد الدياغرام بريليمينير كيفاش كنرسموه؟ واضح ولا ما واضحش؟ راه نفس الحاجة غادي نخدمو عليها في كاع التمارين اللي غيتحطو بحال هاد لو جونغ. دونك من بعد ما كنتراسيو لو دياغرام بريليمينير ديالنا، دونك غادي نعاود نديسيني هنا. pH بوتونسييل. دونك غادي نحاولو نستخدمو دي كولور. عندي شحال من فرونتيير كيتسموو لي فرونتيير ولا لي بارير، يعني لي كيسيباريو ان كوبل على ان اوتر. دونك عندي اون فرونتيير روج نسميها لا فرونتيير ا، وعندي اون فرونتيير فيرت نسميها لا فرونتيير فوالا سي، وعندي عاوتاني اون اوتر فرونتيير اورانج نسميوها فرونتيير بي، وعندنا اون فرونتيير بلو ولا نسميوها اون فرونتيير دي. دونك لاحظوا معايا عندنا اون فرونتيير ا، عندنا اون فرونتيير بي و اون فرونتيير
سي وان فرونتيير دي. وكل فرونتيير من هاد لي فرونتيير شنو باش كتميز ليا؟ كتسيباري لينا ان اوكسيدون على ان ريدكتور. دونك هنا قلنا اننا كنرسمو بخطوط متقطعه. دونك تنجيو هنايا كنرسمو بخطوط متقطعه فوالا واحد لو تري اللي هو بيان سور كيفاش داير فيرتيكال. دونك خط متقطع سيد، هذا ماشي البريليمينير دابا. لا البريليمينير غير هو بحال اللي قلتو زدنا نظمناه باش نخدمو على هاد لي فرونتيير. غادي دابا كل مستقيم، شتو هاد المستقيمات بربعه، هاد ا و بي و سي و دي، كل واحد فيهم خصنا نحددو ليه المعادله ديالو، ليكواسيون ديالو. اوكي، معادله مستقيم، هو كيما شفنا في الماط انطلاقا من الماط ديال الكاتريام، معادله ديال مستقيم. دونك غادي نعاودو ننظمو الخدمه ديالنا. دونك هنا شنو عندنا؟ ليزيون ان اي، ساشون بيان كو ليزيون ان اي راه ما متعلقينش بالبي اش. اوكي، باش نتفاهمو على هاد النقطه من دابا، ليزيون ان اي ما متعلقينش بالبي اش، انو دي بون با دو لا فارياسيون، يعني نزيد ولا نقص ما متعلقينش هما بالبي اش. شكون اللي متعلقين بالبي اش؟ هما الكوبل ان اي دو بلوس اللي قلنا فوالا مازال ما ظهرش لينا، يعني سي ان اسيد سولون لويس، مي لا رياكسيون بيان سور دو بريسيبيتاسيون. فان ان اي il ne dépend pas de pH، ياك؟ يعني فين ما درناه المهم راه مشد الدومين كامل. مي ال ان اي دو بلوس متعلق بان اي او اش دو، سيتادير كيليا ان اكيليبر de précipitation ici. Ou le fort, bien sûr, entre le Ni O2. Donc, on va dire le degré d'oxydation, asrar degré d'oxydation qu'on dira le tert, tani degré d'oxydation qu'on dira le voilà, le fort, on va dire le degré d'oxydation qu'on dira le Z jusqu'à le plus grand degré d'oxydation qui est plus 4. دونك اتفقنا على اننا غادي نحاولوا نحددوا المعادله ديال كل مستقيم في هادو. دونك كل مستقيم في هادو غادي نحددوا ليه المعادله ديالو. اذا commençons par la première frontière. نرجعو بعدا نشوفو فين وصلنا في لي كيسيون. بلاصي لي 4 كومبوزي سور ان ديغرام بريليمينير ديجا جبناه، اون ديدوير لو نومبر دو فرونتيير دونت يل فودرا ديتيرميني لي زيكواسيون. دونك عندنا 4 فرونتيير، ديتيرميني ليكواسيون غولاتيف ا شاك فرونتيير. دونك كل فرونتيير، كل مستقيم من دوك المستقيمات الاربعه غادي نحاولو نحددو ليه المعادله ديالو. ما فهمتش هاد الفرونتيير. اش من فرونتيير سيل فو بلي؟ ما فهمت زعما شنو كنقصدو بالفرونتيير. فرونتيير كنقصدو بها واحد الحاجز، واحد الخط كيفصل لينا ليميت، واحد ليميت. تري بيان، واحد ليميت كتفصل لينا ان اوكسيدون على ان ريدكتور. مثلا ناخدو على سبيل المثال لا فرونتيير، شوف ركزي معايا على هاد لا فرونتيير الحمراء لا أ. شنو الكوبل اللي كي شنو هي؟ دونك هاد المستقيم، دونك تخيلي معايا دابا هاد المستقيم أ عنده واحد المعادلة إيكغيك أ إيكال إف دو إكس، سي بون إيكغيك دو أ، يعني عنده إين إيكواسيون. دونك هنا المعادلة ديالنا ديال هاد المستقيم الحمر جينيرالمون ملاش جبناها ولا بلوتو ملاش جبنا هذا المستقيم الاحمر، لانه كيفصل ليا واحد العنصر كاين لتحت وواحد العنصر كاين للفوق. سي بون، ها انت شتيها هاد اللعيبه اللي كتسيباري هي لا فرونتيير.
وهي اللي كنرمزوا ليها فاش كنبغيو نديروا لو كوبل اوكسيدو ريدكسيون، هي اللي كنرمزوا ليها ان اي دو بلس، كندير واحد سلاش تيها ان اي. دونك لا فرونتيير كتسيباري ليك بكل بساطه واحد لوكسيدون على واحد الريدكتور، سي كلير. وهاد لا فرونتيير كيكون عندها واحد فوالا بحال هنا عندك واحد البوتونسييل ستوندار، وهنا عندك واحد لو بوتونسييل ستوندار. بحال مثلا الا رجعنا لي دوني ديال التمرين غنلاحظوا راه ان عطينا لي بوتونسييل ديال لي كوبل اوكسيد، شفتيهم هما؟ شتي عاطيك الاو زيرو ديال كل فرونتيير من هاد لي فرونتيير، عاطيك البوتونسييل ديال ان اي دو بلس ان اي كتساوي موان 0.26، وعاطيك الفرونتيير ديال ان اي او دو ان اي دو دو بلس، ولي زوطر حنا نشوفو لي ميثود باش غنلقاوهم. واش واضح شنو هي لا فرونتيير سيلفو بلي؟ وسادو بالنسبة للفرونتيير دي راه ما عندناش جوج ديال، ما عندناش اوكس ورا ديك الفرونتيير دي. في الفرونتيير دي فهمت، راه قلت لكم قبيله ان الان اي ما صافي ماشي تشوفوه، درتو هنايا في ليسر راه يعني راه كيحتكر ليسر ليسر، ولي من ناقشناها فين في الان اي دو بليس مع الان اي واش دو، قلت لكم هذا راه كيسيطر على هذا الدومين كامل، دونك نديروه هنايا كاع حنا باش نتهناو، لانه ما متعلقش اصلا بالبي اش هنا كاين. يعني هنا الفرونتير ا كتفرق لك الان اي دو بليس مع الان اي، شتيها ليكيليبر ما بين الان اي والان اي دو بليس، والفرونتيير الخضراء كتوصف لك ليكيليبر ما بين الان اي والان اي او اش 2، سي كليغ ماتنو. دابا حنا شنو غنديرو؟ غادي نحددو التفاعلات، شكون هما التفاعلات اللي ممكن يكونوا؟ اوكي شحال من تفاعل ممكن هنا؟ الفرونتيير ا شنو هو التفاعل ديالها؟ تري بيان، عندنا خمسة ديال التفاعلات. الفرونتيير ا شنو هو التفاعل ديالها؟ شنو كتفصل ليا؟ دونك نبداو مثلا اون فا ديتيرميني لا اون فا كومونسي باغ ليكواسيون، دونك نشوفو نحددو ليكواسيون. الهدف ديالنا دابا في هاد المرحلة هو نحددو ليكواسيون دو لا فرونتيير ا. شنو هي ليكواسيون دو لا فرونتيير ا؟ وي اولا كنسول راسي شنو كتسيباري ليا لا فرونتيير ا، شنو هو لو كوب اللي كيميز لا فرونتيير ا؟ وي لا شنو كتقسم ليا؟ شنو هما لي زيت سبيس اللي كيتقسموا بأ؟ ها فوالا ها ها فوالا ها ان اي فوالا ها ان اي دو بلوس ها ان اي سي بون. دونك كنجي كنكتب اول خطوه شكون هو لو كوب اللي كيتميز في الفرونتيير ا، هو تو سامبلومون الان اي دو بلوس مع الان اي. هاد لا فرونتيير عندها معادله، شنو هي المعادله ديالها؟ هو لو بوتونسييل ديكيليبغ ديال من ديال ان اي دو بلوس سلاش ان اي، سي بون. واش كيرتبط ب بي اش؟ لا لا، كي درنا عرفنا ما كيرتبطش بالبي اش، لان المعادله ما فيهاش لي زيون اش بلس ولا اش او موان، سي بون. دونك ان اي دو بلس بلس 2 الكترون كتعطينا شنو؟ كتعطينا ان اي. il n'y a pas de او اش موان، il n'y a pas de اش بلس، cela veut dire que le potentiel ne dépend pas de pH. Donc, شنو هي ليكواسيون ديال ان اي دو بلس ان اي؟ كي غنديرو نحددوها؟ عقلتوا على الطريقه باش كنحسبوا البوتونسييل ديال الكيليبر؟ بوتونسييل زوغ ان اي دو بلس على ان اي بلس لوغ ديال كونسونتراسيون ان اي دو بلس على ان لا بلس 0.06 اها تري بيان، ديفيزي بار كوا؟ ديفيزي بار 2 بار 2 تري بيان، اللي هو لو نومبر دي زيليكترون ايشونجي. دونك كنجي لهنا تو سامبلومون وكنكتب لو بوتونسييل ديال لو كوبل ان اي دو بلس ان اي كيساوي لينا ان بوتونسييل ستوندار بلس
0,06 divisé par le nombre des électrons échangés, les O2. Logarithme d'Yelesh. Oui. Concentration Concentration d'Yel Ni à la concentration d'Yel Ni de plus. Très bien. D'Yel Ni de plus. D'Yel Ni de plus. Dimal oxydant. Elle a le réducteur. ولا كتوش شو شي خطره كيدير الان اي الفوق الريدكتور الفوق والتحت راه هنا كيدير ناقص دونك سيل فو بلي فاش كنبغي نحسب لو بوتونسييل كيساوي او 0 بلس 0,06 سور لو نومبر دي زيلكترون لوغ دو كوا دو لا كونسونطراسيون دو لوكسيدون سور لا كونسونطراسيون دو ريدكتور مي كنلقاو بارفوا دي بروف كيخدمو بناقص اي بان تو سامبلومون كيخدمو بناقص علاش لانهم كيقلبو الريدكتور مع الاوكسيدون كيديروا اللوغ وبجوجهم صحاح دونك كيديروا الريدكتور الفوق والاوكسيدون لتحت وهذا الشيء بيان سيغ راجع لانه ماتيماتيكمون كنقولوا ان اللوغ دو ا سور بي هو ناقص اللوغ دو بي سيغ ا دونك بجوجهم صحاح الور لو ان اي شنو هو لو ان اي سيل فو بلي لو ان اي سي ان سوليد لو نيكل سي ان سوليد كي درنا عرفناه سوليد لانه ني با شارجي Donc il n'est pas chargé, donc c'est un solide. Ça veut dire que sa concentration est égale à combien? Oui. Égale à 1. Très bien. Donc l'équation d'IL, voilà, le potentiel d'équilibre d'IL, le couple Ni de plus Ni, qui ça oui, il y a E0, E0 a été le mot, qui est moins 0,26. Plus 0,06 divisé par 2, il y a 0,03. Log de quoi? Log de, voilà, il a 10 à la puissance moins 2. Donc, log de 10 à la puissance moins 2 divisé, bien sûr, par 1. Et donc, tout simplement, le potentiel d'équilibre d'LNI de plus. Moins 0,37. Très bien, c'est moins 0. 37 ou la 32? 37. C'est normalement, ça atteint à 0,06. 0,06 plus 0,26, ça atteint à 0,032. Là là. Et j'achète 2 à la fin, j'ai 0,06. 0,06 plus 0,26, il y a 0,032. Ça fait bien. Ah, tu fais 37, les anna, voilà. Où c'est le combat, je redemme. Yak. Là, là, ma drite, je ne sais pas. Là, c'est du calcul. Du calcul, d'ici le log n'est pas rien. Ah, vous voyez qu'il y a des فتما في البوتنشال درت 0,25 المهم عطاتني 0,37 ياك 0,26 اللي عطيكم انا في هذا التمرين اللي كاينه في هذا التمرين هي 0,26 دونك فوالا دونك هذا هو لو بوتنسييل فوالا احنا كوم سا كنكونو حددنا ليكواسيون دو لا بروميير فرونتيير دونك فاش كنعطيك مثلا ارسم واحد المستقيم ايكغيك كتساوي جوج كيفاش كتكون المعادلة ديال هذا المستقيم إيكغيك كتساوي جوج ولا تخيلوا معايا عندكم واحد المنحنى فيه جوج ديال المتغيرات فوالا كندرسو فيه لا فارياسيون دو إيكغيك إيكغيك إيكال إف دو إكس سي بون كندرسو إكس بدلالة إيكغيك دونك إلا كانت إيكغيك كتساوي جوج دونك كنمشي لهنا مثلا هنا جاية جوج هنا عاوتاني حتى هنا جوج هنا عاوتاني جوج دونك شنو كتكون كيفاش كتكون المعادله ديال هذا كيفاش كيكون المستقيم كيكون متوازي ياك il ne dépend pas de x متفقين كيكون مستقيم اللي ما تعلقش بال x نيسبا وهادشي اللي قلنا على اش الا رجعنا للدياغرام ديالنا شنو قلنا على هذا الكوب الاحمر ديال لا فرونتيير ا واش متعلق ب بي اش ولا ما متعلقش ب بي اش لا ما متعلقش دونك يعني البي اش غيمشي فوالا دونك لاحظوا معايا يعني الا مشينا مع البي اش بحال هكا ها البي اش كيكبر شنو كيطرى للبوتونسييل كيبقى شنو كيبقى كونستانت
n'est-ce pas? Et donc comme ça كنكونو حددنا المعادلة ديال المستقيم الأول لقينا فيها دونك هذا المستقيم المعادلة ديالو هي E ياك هنكتبو هنا يا E كتساوي شحال ناقص 0.32 فولت il ne dépend pas de pH c'est bon bien sûr من بعد ما حددنا هذه المعادله مازال غادي نعاودو نرسمو هذا يلاه دياغرام بريليمينير مازال غادي فوالا غادي نموديفيو على هذا الدياغرام دابا من بعد ما سالينا مع ا غندوزو لبي دونك السؤال كما العاده قولوا لي شكون هو لو كوب اللي كيميز لا فرونتيير بي شكون شكون شنو كتفصل ليا بي وي Très bien, NiO2 ma Ni 2 plus. C'est bon, c'est la même chose. NiO2 ma Ni 2 plus. Donc, nous y a le choix de l'oula. Donc, on va déterminer l'équation de la frontière. Ah, très bien. Donc, l'équation de la frontière. Équation de la frontière là de la droite le mustaqim de la frontière B donc awel haja la frontière B elle est caractérisée par quel couple شكون هو le couple qui caractérise la frontière B عطيوني اوكسيد شكون هو l'oxydant I de plus واش ان ردوا البال سيل فوبلي لوكسيدون ديما تيكون الفوق ديما شوف فاش تشوفوا جوج العناصر وما تعرفوش شكون هو لوكسيدون شكون هو لو ريدكتور شوفوا شكون هي الدوغري دوكسيداسيون شحال هي الدوغري دوكسيداسيون ديال ان اي او 2 هي بلس 4 دونك هذا هو لوكسيدون و ان اي 2 بلس دوغري دوكسيداسيون ديالو هي صغيره دونك هو لو ريدكتور كنهضر على هذا الكوبل هذا دونك كنهضر على هاد الجوج اوكي كنهضر على هاد لي دو هادو Donc l'oxydant fait moins NiO2 ou le réducteur moins Ni2+. Donc la frontière B elle est caractérisée par le couple NiO2. Slash Ni2+. Donc dima kan mchiw ala lwazn dial ox red. Dima l'ox katkoun ando. Le degré d'oxydation le plus élevé. Donc, شنو هي الخطوة الأولى؟ من بعد ما حددنا لو كوبل، الخطوة اللي من موراها شنو هي؟ نكتب اش؟ ليكواسيون. ليكواسيون، تخي بيان. دونك كنحط ديما لوكسيدون ديالي كنحطو على اليمين، الريدكتور ديالي كنحطو، فوالا لوكسيدون ديالي باردون كنحطو على اليسر، الريدكتور كنحطو على اليمين، وكنبدا نوازن، باش غنوازن الماء، او دو، باردون. H2O. Très bien. شحال غنزيد من H2O؟ 2H2O. Très bien. 2H2O. Donc, une fois غنزيد 2H2O, شحال غتولي هنا 2 fois 2, donc ça va. Plus 4H+. Très bien. Plus 4H+. Et après, شنو غيبقى ليا باش نيكيليبري لو نومبر ديز الكترون؟ Des électrons. Plus. Ah oui. 2 électrons. Combien d'électrons? Très bien. 2 électrons. لاحظوا معايا المعادله جد جد مهمه الا غلطت في لو نومبر دي زيليكترون ايشونجي الخطا اللي كيرتكبوه 80% ديال لي زيتيديون غنخطا في الحساب والا خطات في الحساب غيمشي ليا الدياغرام وبالتالي يمشي ليا التمرين كامل دونك الله يرضي عليكم حاولوا سيل فوبلي المعادله تكون مريقله مزيان دونك نديرها ونراجعها مزيان حيت راه هي كلشي سيرتو لو نومبر دي زيليكترون ايشونجي سي بون دونك وي علاش كنبقاو نزيدو H2O زعما علاش ما كنزيدوش OH وافر كنزيدو تري بيان H2O لانه هو وافر ولان هاد التفاعلات كيتسماو كيتسماو لي سوليسيون اكوز يعني كان بحال قلتي هاد الجزيئات كنذوبوهم في وسط الماء يعني بحال قلتي الماء هو التيران اللي كيلعبوا فيه هاد الجزيئات يعني فاش كنبغي نوازن الاكسجين كنوازنو بشي حاجه اللي ديجا كاينه في لا سوليسيون شكون هي هاد الحاجه اللي كاينه ديجا في لا سوليسيون هي H2O نيت C'est bon. Donc داكشي علاش كنوازنوا بالماء لان الماء نورمالمون هو اللي كاين في وسط التفاعل كاين في وسط لا سوليسيون اللي حنا خدامين به الماء هو السولفون اوكي هي باش كيتسمى لا شيمي دي سوليسيون اكوز اكوز جايه من الو
Donc, on va calculer le potentiel d'équilibre de NiO2, Ni2 plus, le potentiel, très bien, standard. NiO2. NiO2 plus, plus quoi? 0, 0 fois ça, 0, c'est à la juge. Fois log. Log. NiO2 plus fois la concentration de NiO2 fois la concentration de H plus à la puissance 4. Très bien. La H concentration de plus. NiO2 plus. Très bien. Donc la Ni 2 plus. Oui, bien sûr, la concentration de là elle est considérée égale à 1, mais voilà, on verra la concentration que ça veut dire là, tout simplement. C'est clair? Donc, après, donc, nous avons l'équation du couple NiO2 et NiO2 plus, liée à la frontière P. Donc, nous allons dire tout simplement. Nous avons le couple, nous avons le potentiel. Nous allons retourner en fonction du pH. Oui, bien sûr. Et ceci est un câble pH. Qui est un câble pH? لان كاين ليزيون اش بلس دونك غادي نعوضو بعدا هادي ياك هادي كاينه في المعطيات ديال التمرين دونك نضربط ليلة على ليكزيرسيس نشوفو واش كاينه في لي دوني وي كاينه دونك هي 1,59 فولت دونك نعوضوها ب 1,59 بلس 0,06 divisé par 2, donc ça va nous donner 0,03. Log d'ILH. Donc, on va essayer de faire ça. On va utiliser la relation log de A sur B, que ça veut dire log de A plus le moins log de B. C'est bon. Donc log de A sur P, que ça veut log de A moins log de B. Donc ça t'aïna, je connais l'A fait l'hala 0,03. L'A ou H plus, donc la concentration H plus à la puissance 4. Moins, on va aussi en 0,03. Log de la concentration de N et de plus. Il y a comme ça, rien de meilleur. Donc le potentiel d'équilibre de NiO2 NiO2 plus c'est 1,59 donc à dire on va voir la fonction de pH donc je vais être à la droite à dire à ça va être là n'est-ce pas donc on va voir 0 fois la 0 3 4 donc dit ma petite dame la cause log de A à la puissance P il y a P log de A donc P à ça va être là. Et donc, à ça t'aïna chno. Ça fera face à la sèvre de la sèvre bas. Chalia. Zéro de sèvre face à la tâche. Donc, il y a naqis. Sèvre face à la tâche. Et là, je donne un naqis. Il y a un log de H plus qui s'awit naqis pH, n'est-ce pas? pH qui s'awit. Donc, n'ksebane, s'il vous plaît, je me perturbe. pH. كي يساوي شحال ناقص لوغ دو اش بلس يعني الا بغيت هذا الناقص نرد على الجهه الاخرى الا ضربت هنا في ناقص حتى هنا خصني نضرب في ناقص دونك كتعطيني لوغ دو اش بلس كتساوي ناقص بي اش هادشي ملي جبنا هذا الناقص هادي دونك موان 0.12 بي اش
moins 0,03. Log de Ni de plus. Quelle est Ni de plus la concentration de l'eau? C'est 10 à la puissance. Moins 2. Combien? Moins 2. Donc, غادي تساوي لينا هي دونك 0,06 بلس 1,59 سافا نو دوني كومبيان 1,65 موان 0,12 pH فوالا وهادي هي ليكواسيون دو لا فرونتيير كيل فرونتيير سي لا فرونتيير بي C'est bon. Donc, ce qu'on a donné, cette moadala H, c'est une équation de quoi? Moadala Mustaqim Y égale à X plus B. Ça fait une manière. Y égale à X plus B. Je connais le réel, notre ordre Y. Ou mihwar l'aratib, ou E, l'axe des les ordonnées. Je connais la pente. Je connais la régulière. Je connais X bêta. H. شكون هو المتغير؟ تخي بيان فوالا شكون هو لابونت ديالو؟ ناقص 12 تخي بيان دونك كي كنلاحظوا كنلاحظوا ان لابونت كيفاش داير؟ سالب سالب تخي بيان سو كي اكسبليك انه غادي يكون تناقصي بلس بي وشكون هي بي؟ هي فوالا 1,65 دونك سيت اون ايكواسيون دون دروات تو سامبلومون دونك كنرجعوا لا كورب ديالنا غادي ناخذوا اون ايدي على كيفاش غيكون هذا المستقيم دونك لاحظوا معايا هذا المستقيم بي نورمالمون واش متوازي مع المحور ديال الافاصيل لاكس دي زابسيس ولا خصو يكون هابط ياك خصو يكون هابط علاش لان عنده البونت سالب دونك غادي نرجعوا من بعد وغادي نصحوه بيان سور غادي نردوه ناقص هنا غادي يكون عنده لا بونت نيجاتيف سي بون دونك خصو يكون هابط لتحت علاش خصو يكون هابط علاش لان لاحظوا معايا بكل بساطه كل ما ارتفعت القيمه ديال البي اش ياك شنو غيطرى للبوتونسييل غيتزاد ولا غينقص غيتزاد علاش غيتزاد كان عندك هنا ناقص لا لا غادي ينقص كيمشيو فوالا غينقص تري بيان دونك هذا هو المعنى ديال الميل السالب يعني نورمالمون غتكون الدالة تناقصية سي كلير اي دونك حنا حددنا دابا ليكواسيون ديال لا فرونتيير فوالا ديال لا فرونتيير ام بي دونك غادي ندير لها كوبي كولي دونك حنا حددنا ليكواسيون ديال لا فرونتيير بي دابا فين غنمشيو غنمشيو نحددو لي دو زوتر فرونتيير اللي بقاو لينا اللي هي لا فرونتيير سي مع لا فرونتيير دي رانا نبداو بلا فرونتيير سي دونك غادي نحاولو نحددو ليكواسيون دو لا فرونتيير سي وي شكون هو لو كوب لي كي كاركتيريز لا فرونتيير سي شكون NiO2 ou NiOH2? Très bien, NiO2 slash NiOH2. Très bien. Donc, on va dans un premier temps. On va la réaction chimique, on va l'équation mathématique. Donc, on va déterminer l'équation de la frontière C. On a besoin de faire la frontière C. Il y a maintenant le potentiel de là. On va l'astuce ou la technique, mais je vais faire le potentiel standard de là. Donc, je connais le couple qui caractérise cette frontière. Bien sûr, c'est le couple
L'Occident, c'est NI. OH2. Alors, plutôt. NIO2, à Forensier, C. Donc, on a l'Occident. Oui, je connais l'Occident, la Forensier, Ouais, C. NIO2 plus. Et là, je connais, mais qu'est-ce NIO2 NIO2. plus? C'est NIO2. NIO2, Ouais, très bien. c'est. Donc, à quoi l'Occident? Je connais le réducteur. NIO2. Très bien. Donc, NIOH2, on voit le réducteur. Ou NIO2, on voit l'oxydant. Et donc, je connais la réaction chimique, la frontière C. Donc, NIO2, toujours l'oxydant, voilà, à gauche. Le réducteur, à droite. Donc, nous allons équilibrer فهاد الحالة هادي باش غن إيكيليبري إلا كتلاحظوا معايا الأكسجين راه إلي ديجا بيان إيكيليبري ياك عندنا جوج جوج متفقين شكون اللي ما مإيكيليبريش عندنا في خصنا غير هاد نزيدو جوج المعادلة اش بلس الهيدروجين. تخي بيان غنزيدو جوج أش بلس وملي غادي نزيدو جوج أش بلس شنو غادي يخلقوا لنا هاد لي أش بلس ما غيبقاش ليكيليبر في لي شارج ياك دونك باش نإيكيليبريو لي شارج شنو غنديرو جوج الكترون. تخي بيان دونك أون فا راجوتي Voilà deux électrons pour neutraliser les charges. Donc, voilà la réaction chimique. Nous allons passer à la réaction, voilà l'équation mathématique. Donc, mathématiquement, je vois le potentiel le couple NiO2, NiOH2. On voit le potentiel. Standard de NiO2, NiOH2, plus, voilà, 0,06 divisé par le nombre des électrons échangés, les O2, log d'LH. Donc, bien sûr, ce sont des espèces qui ne sont pas solubles dans l'eau. On va prendre ça, les concentrations de l'homme 1. Donc, on va faire l'équation, on va faire la concentration d'LH plus à la puissance 2. Donc, la concentration de H plus à la puissance, voilà, 2. Et donc, on va mettre au dos. ولكن غنلقاو ان بروبليم شكون هو لو بروبليم في نظركم اللي غيواجهنا هنا شنو هو لو تشالنج اللي غادي ما تحتي عندناش البوتونسيال. فوالا ما عندناش لو بوتونسييل ستوندار هذا ما عندناش عندكم شي فكرة كي نقدروا نجبدوه من داكشي انطلاقا من داكشي اللي عندنا دونك حنا ماشي مشكل نخليو هذا انكونو ياك نمشيو نخدموا بعدا على الجي نحاولوا نكتبوا على الشكل ديال بي اش Donc maintenant, le potentiel d'équilibre de NiO2, NiOH2, qui est ça, oui, voilà, donc on a tout à l'échelle E0, NiO2, NiOH2. On a donc tout à l'échelle de pH, à l'échelle de pH, donc nous allons simplifier. Donc bien sûr, on va juger, on va se mettre là. غادي نختزلو بها نسبة لأنها هبط دونك غتبقى لنا موان كومبيان دونك اون فونكسيون دو بي اش شحال غتعطينا دونك غتعطينا موان زيرو زيرو سيس بي اش نسبة
فوالا حنا لقينا بعدا ليكواسيون، ولكن يبقى لنا هذا المشكل ديال البوتونسييل ستوندار كيفاش غنديرو نحددوه. الطريقه باش غنحددوه هي المنحنى. لاحظوا معايا دابا حنا فين خدامين؟ خدامين في لا فرونتيير سي، ياك؟ ها هي لا فرونتيير، علاش حنا خدامين؟ ها هي دي في البي اتش 7 عندهم نفس البوتونسييل. يرضي عليك، تري بيان. دونك كنلاحظوا ان بيناتهم واحد النقطه مشتركه، شفتوها؟ ها هي النقطه المشتركه بيناتهم، هي هذه، شفتوها؟ الا سولتكم هذه النقطه علاش كتنتمي، واش للسي ولا للبي، كتنتمي ليهم بجوج. شحال هو البي اش ديال هذه النقطه؟ هو لو بي اش دو بريسيبيتاسيون اللي ديجا حسبناه، هو البي اش 7. دونك لوغسك لو بي اش 7 شنو كان كونست، كيس كون كونستات؟ دونك لاحظوا معايا، غنكتبها ني تحت من الدياغرام هنايا. لوغسك لو بي اش ايغال 7، وي شنو كنلاحظوا؟ هذه نقطة تقاطع ما بين المستقيمين بي مع سي. دونك اوتوماتيكمون لو بوتونسييل دو لا فرونتيير اش، لو بوتونسييل دو لا فرونتيير بي شحال كيساوي لينا؟ لو بوتونسييل دو لا فرونتيير، تري بيان، كيساوي لو بوتونسييل دو لا فرونتيير سي. دونك لوغسكو لو بي اش ايغال ا 7، لو بوتونسييل ديال يعني سا فو دير كوا انطلاقا من هادشي. دونك شكون هو شنو هي لا فرونتيير بي؟ البوتونسييل دو لا فرونتيير بي نيت هو البوتونسييل اللي ديجا حددناه قبيله، ياك؟ هو البوتونسييل ديال ان اي او او 2 ان اي دو بلس. دونك تيساوي لينا لو بوتونسييل ديكيليبر ديال، ولكن يبقى كونديسيون خص البي اش يكون كيساوي 7، كيساوي البوتونسييل ديال لوكسيدون ان اي او 2 ان اي او اش 2. هادي سي اون ميثود غرافيك، يعني غرافيكمون هادشي اللي كنستنتجو فقط من الملاحظه، ما درنا والو. المعادله ديال ان اي او 2 ان اي دو بلس ديجا حسبناها، ياك؟ ديجا حددنا هادي. دونك فاش شنو غادي نديرو؟ تو سامبلومون غادي ناخدو هادشي وغادي نعوضو. دونك غنمشيو نقلبو على ليكواسيون ديال البوتونسييل. دونك انا فوالا، دونك لوغسكو لو بي اش ايغال 7، فوالا هادشي اللي استنتجنا. غادي نمشيو نقلبو على المعادلة هادي، ديجا حددناها. هاي هادي، فوالا. دونك ديجا حددنا هادي، غادي نديروها كتساوي شنو؟ كتساوي هاد المعادلة الجديدة، متساويين بشرط البي اش شحال خصو يكون كيساوي 7 ولا 7.5 على حساب المعطيات اللي عطيكم في التمرين. فوالا دونك هاد الجوج متساويين. اسكو سي كلير؟ دونك شنو غنديرو دابا باش غنعوضو البي اش باش يكون هادشي صحيح؟ 7 تري بيان. دونك غادي نعوضو البي اش ب 7، وشنو غنستخرجو؟ شكون ولا غنكونو في هادشي كامل؟
واحد ياك واحد البوتنسيال ستوندار، هذا غادي نخرجوه نشوفوا شحال القيمه العدديه ديالو شحال كيساوي. دونك لو بوتنسيال ستوندار دو انيو دو انيو اش دو كيساوي لينا 1.65. فوالا هذا يرجع لهاد الجهة، دونك كتعطينا بلوس 0.06 موان 0.12 ياك، نضربو في البي اش اللي هو البي اش شحال كيساوي 7. دونك شحال لقيتو سيلفو بلي؟ 1.23. تخي بيان 1,23 bien sûr volt. Donc احنا لقينا البوتنسيال ستاندار، اي دونك il suffit اننا نرجعوا للايكواسيون الاولى ونعوضوها باش دونك غادي نعوضوا هاد لانكوني فوالا القيمة اللي لقينا. دونك شحال لقينا؟ سي 1.23. اي كوم سا كنكونو لقينا ليكواسيون دو لا فرونتيير سي. سي بون، دونك من بعد ما لقينا ليكواسيون دو لا فرونتيير سي شنو بقى لينا؟ بقات لينا ليكواسيون دو لا فرونتيير دي. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ouad, qui va se donner les règles? Ouad, s'il vous plaît? Oui, Ouad. C'est donc le charge de la PH qui conquise à 7 à Daro, et qu'on a un peu de temps. Oui, bien sûr. Ouad, le charge de la PH qui conquise à 7 à Daro, quand j'ai vu un diagramme. يعني كنشوفوا المنحنى وكنشوفوا شكون هي النقطه اللي كتكون مشتركه ما بين جوج ديال لي دروات ولا جوج ديال لي فرونتيير. دونك تما كنسنجو ان لي بوتونسييل كيكونوا متساويين غير في ديك النقطه، ولكن الا فتنا ديك النقطه راه ما كيبقاوش متساويين بطبيعه الحال. دونك غادي يعاود يواجه هنا نفس المشكل. لاحظوا معايا ملي بغيو نخدموا على لا فرونتيير دي، يلا شكون هو؟ قولوا لي شكون هو لو كوبل كي كاركتيريز لا فرونتيير دي؟ ان اي او اش 2 ان اي. Très bien. Donc un A, NIOH2, ma NI. Donc on va aller travailler sur la frontière, qui est la dernière frontière. Donc équation de la frontière D. دونك اتفقنا على ان لو كوبل كي كاركتيريز لا فرونتيير دي هو بيان سور لو كوبل ان اي او اش 2 سلاش ان اي. دونك شكون هي الخطوه الاولى؟ دونك لوكسيدون ان اي او اش 2 غادي نيكيليبريوه مع من؟ مع ان اي. دونك اون فا ايكيليبري لو او اش 2 باش دونك اون فا ايكيليبري لو او اش 2 باغ لاجوت دو كومبيان دو موليكول داش 2 زو وي بلوس 2 اش 2 زو. تري بيان 2 اش 2 زو ابري. دونك 2 اش 2 زو سا فا نو دوني 4 اش بلوس
4H plus ولكن ردوا معايا البلا راه ديجا كاينين جوج هنا 2H plus. دونك تري بيان دونك 2H بلس دونك بلس 2 Électron. électrons et voici notre équilibre. Après غادي ندوزو l'équation. Donc une fois qu'on a de la réaction chimique, qu'on dose مباشرة l'équation. Donc l'équation on a fait le potentiel d'équilibre ديالي OH2 ان اي كيساوي لينا لو بوتونسييل ستاندار بلس وي شحال 006 ديفيزي بار 2 هي 003 لوغ ديال اش نخليوها ونختزلو فوالا دونك شي اش بلس على بويسونس 2 دونك غادي نختزلو بهاد 2 تمشي مع هادي Et tout simplement, donc le potentiel NOH2 NI qui serait le potentiel standard. Quel est le potentiel standard de l'Mandnash? C'est le Mandnash. Donc, on va faire le tariqa. On va faire le SS inconnu. ونحددوه جرافيكمون يعني هنايا 006 لوغ اتش بلس هي موان 006 تو سامبلومون بي اتش دونك جرافيكمون بغيتكم دابا نتوما تحددوا لي المعادله كيفاش غنستخرج هاد لانكوني هادو كومون اون بو ديتيرميني سيت انكوني وي بي اتش سيت عندنا البوتونسيال تاع ان اي او اتش 2 على ان اي كيساوي البوتونسييل ديال ان اي دو بلس على ان اي ونعوض تري بيان دونك فوالا لاحظوا معايا هنا فوالا لي بوتونسييل سون ايدونتيك هنايا فهاد النقطه هادي مشتركه ما بين ال ا وما بين ال تي دونك بيسك لي بوتونسييل سون ايدونتيك هنايا فهاد النقطه بيان سور ا بي اتش ايغال 7 دونك لو بوتونسييل دو لا فرونتيير ا كيساوي لو بوتونسييل دو لا فرونتيير تي Et donc tout simplement, de même, lorsque le pH est égal à 7, on constate que le potentiel d'équilibre de la frontière NiOH2 Ni est identique à celui du couple Ni de plus Ni. Yak. Et donc, déjà, هذا déjà, احنا حددناه. Donc, فقط غادي ندير ليه كوبي كولي. Donc, هو E0. Donc, غنعوض هذا هنا E0. ان اوش 2 ان اي بلس 006 pardon moins 006 بي اش كيساوي ان اي 2 بلس ان اي ديجا حسبناه شحال كنا لقينا فيه موان 0.32 Très bien, moins 0, 32 volts. Donc, je n'aurai dit de tout simplement. On a le pH de 7, on se rajoute le potentiel standard. Donc, moins 0,06 pH, ça tous les plus. 006 multiplié par pH les 7. Ou s'il vous plaît, raquin des calculatrices, les fâches que vous avez fait, vous avez fait un peu de temps. Donc, normalement, vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de temps. كاين دي كالكولاتريس اللي كيخرجوا على الطلبه وكيسبقوا الجامع يعني بلاص ما يقول مثلا ناقص 0.32 زائد هادو نورمالمون كنضرب هادي عاد كنزيدها على هادي كاين دي كالكولاتريس اللي كدير لك الاقواس هنا اوكي
يعني كدير لك هذه زائد هذه عاد كضربك في سبعة، وبيان سور غتخرج عليكم في ليكزام، ما تعطيكمش نفس النتيجة. دونك ردوا البال سيلفو بلي، الحل هو انني ندير الاقواس منين نكون كنحسب بالكالكولاتريس. دونك شحال لقيتو سيلفو بلي هنايا سلسلة واحد بوتونسيال؟ تري بيان، دونك او زيرو دو ان اي او اش دو ان اي كتساوي صفر فاصلة واحد فولت. اي دونك اون فوا كنلقى لو بوتونسيال، دونك نقدر دابا نجي ونحسب تو سامبلومون ليكواسيون ديال لا فرونتيير دي. دونك ليكواسيون دو لا فرونتيير دي هي هذا لقيناه، دونك نعوضو بصفر فاصلة واحد موا 006 pH tout simplement. Donc, quelle est l'équation de la frontière T. Comme ça, quand on a 4 frontières, donc on a 4 équations, donc on peut représenter ces 4 équations facilement dans notre diagramme. Bien sûr, notre diagramme. بوتونسييل. دونك اخر مرحله شنو هي؟ كنجي كنعاود نرسم الدياغرام. دونك دابا ما غنبقاوش خدامين بالدياغرام بريليمينير، نورمالمون الدياغرام راه كيتمثل على بابي مليمتري. دونك ديما في لاكس دي زابسيس كيكون عندي لي بوتونسييل بالفولت، فلاكس دي زوردوني باردون، فلاكس دي زابسيس كيكون عندي لو بي اش سون يونيتي. دونك ديجا تعاملنا مع لا فرونتيير ا، لقينا انها باراليل الاكس ديال اش ديال لي زابسيس. دونك هادي هي لا فرونتيير ا. لا فرونتيير ا شحال لقينا في البوتونسييل ديالها؟ 0.32 فولت. دونك لقينا هنا موا تري بيان موا وي وي موا، ماشي بالضروره حيتاش نقدروا فوالا هاد لاكس هذا ما كيعنيش انه راه جاي في الزيرو، ما كنعنيوش بالضروره انه هنا كاين زيرو، شي يقدر يكون هنا بحال هكا مثلا. الا كنا كنفرقوا لي فالور نيجاتيف على لي فالور بوزيتيف يقدر يجينا الدياغرام هنا يجينا البي اش هنا، مي سني با ان بروبليم. دونك تقدروا تعوضوها تما وديروا تما راه لي فالور بوزيتيف لي فالور باردون كي سون نيجاتيف. اوكي دونك سوا درنا البي اش هنا ولا هنا راه ما كاينش يا اوكان بروبليم. يعني دابا الا درنا هنا غادي يبدا يتخلط لنا هذا المنح هذا المستقيم ديال الافاصيل غيتخلط لنا مع لي فرونتيير، دونك سي ميو نديرو هنايا. الور دونك حنا صوبنا لا فرونتيير ا، من بعد دزنا لا فرونتيير بي. كيفاش لقينا لا فرونتيير بي؟ لقيناها تناقصيه ياك، دونك كنديرو لها واحد المنحنى بحال هكا لانها تناقصيه. ها هي لا فرونتيير بي، شنو هو لا كولور اللي كنا عطينا لا فرونتيير بي؟ لعقلتو باش نمشيو بنفس الالوان. استاذ دابا كنرسمو غير هكاك زعما، حيتاش البروف كان كياخد جوج نقاط وكياخد مثلا ها بي اش كتساوي كيعطيه شي قيمه عاد كيرسم. او بيان سور هنايا راه داكشي باش قلت لك كيترسم على ورق مليمتري. الا كان كيترسم على ورق مليمتري دونك راه خصك كل حاجه خص ترسم بحال كتخدمي في الماط، بحال كيقول لك مثلي واحد المستقيم عطاك المعادله ديالو كيطلب منك تمثليه. احنا غادي نشوفو حيت دابا هنا ما عندناش مالوروزمون ما عندناش بابي مليمتري، دونك
المهم تشوفوا دابا غير لا ميثود بعدا باش كيترسم الدياغرام، وعاد من بعد نشوفوا لا ميثود اللي هي دقيقة. دونك شحال كنا لقينا في البوتنسيال ديال لا فرونتيير بي؟ لوغسكو لو بي اش ايغال ا واحد زيرو، فاصله 65 ناقص 0.12 بي اش. فوالا 1.65 ناقص 0.12 بي اش. دونك الا كان البي اش كيساوي صفر دونك هاد القيمة شحال هتكون فيها؟ 1.65 فولت. علاش؟ لان هنا شوفوا هاد النقطة هادي راه لوريجين، لوريجين بارابور ا بي اش، دونك هنا سي زيرو. دونك سي لو بي اش ايغال ا زيرو دونك اوتوماتيكمون لو بوتونسييل ديال لا فرونتيير بي كيساوي 1.65 فولت. دونك نوطيو هنا ان هادي راه هي لا فرونتيير ا، وهادي هي لا فرونتيير. وي فين لقينا هاديك ا وبي وسي ودي؟ معرفتش، راه لقيناها في الدياغرام بريليمينير. كنتي حاضرة معنا فاش رسمنا الدياغرام بريليمينير ولا لا؟ ها هو الدياغرام بريليمينير، شتي؟ انا قطعت لك الكونيكسيون. ها شتي؟ ها هي دي ا، حتى حنا راه تقطعت لنا الكونيكسيون. ها شتيها؟ وها هي عاوتاني بي، بي نورمال مورا درناها بلورونج، وها سي. هادو غير دي سامبول، غير فهمتي ليسونسيل هو تعرفي كل فرونسيير شنو كتفرق ليك. بحال دابا هادي راه ان اي دو بلوس ان اي، ماشي بالضرورة تسميها ا ولا. الوغ نعطيهم خدمنا على لا فرونتيير. وبالنسبة نعم للنقطة الثانية، واش نعطيوها حتى هي شي نقطة ولا فين يحبس زعما؟ فين يحبس؟ في السبعة هنا. فين كيحبسوا؟ في السبعة، كلهم كيحبسوا في السبعة. شنو عندك دوك الخطوط المتقطعة، حيت اش كيما شفنا في الديالوغ زعما، بريليمينير ولكن على الهبطة كيفاش غادي نهبطوا للسبعة؟ الهبطة، الهبطة هي باش كنمثلو بجوج. انا غادي نعاود غير نرسم هذا ونعاود نرسم لكم بالتفاصيل. لنفرض مثلا تحطات لكم ورقة بابي ميليمتري وقالوا لكم رسموا الدياجرام نيس اكزاكت بالتفاصيل، غادي نشوفوا الطريقة باش كنخدموا. دونك حنا ليسونسيل هو هابط، باش هابط بيان سور هادوك راه دي ديتاي اللي غادي نديروهم في بابي ميليمتري. دونك شكون هو فتيو عليا سيلفو بلي ليكواسيون ديال هاد بي؟ المعادلة ديالو هي او 1.65 ناقص 0.12 بي اش. فوالا او كتساوي 1.65. شتو هاد 1.65؟ راه هي هادي ناقص شحال؟ 0.012 ياك؟ صفر فاصلة لا غير 12. فوالا 0.12 بي اش. شتو هاد الهبطة باش هابط؟ هي اللي كتسمى الميل، لو لا بونت، نقدروا نحسبوها بديك الطونجونت الفا. المهم حنا غنشوفو هاد لي ديتاي من بعد. المهم حنا دابا ليسونسيال اللي بغيتكم تضبطوا معايا هو الشكل، زعما فوالا كيفاش داير الشكل ديالو، حيت شي مرة كيعطيكم الدياغرام مرسوم وكيقول لكم عمرو. واش واضحة لا فرونتيير بي كي درنا ليها ولا فرونتيير ا كي درنا ليها؟ دابا غندوزو لا فرونتيير اش، لا فرونتيير سي. سي كنا درناها بالزرق، كيفاش داير لا بونت ديالها؟ تساوي بونت نيجاتيف، ولكن لاحظتوا شوفوا لا بونت كيفاش ميلتو غير شويه، ما بيلتوش بزاف بحال الاولى. علاش؟ شكون هي المعادله ديال هاد لا فرونتيير سي؟ 1.23 ناقص 0.06 بي اش. فوالا دونك 1.23 ناقص اش 0.06 بي اش. شتو الميل ديالها كيفاش داير؟ الميل ديالها خفيف، يعني بحال قلتو الزاويه باش مايله صغيره بالمقارنه مع اللي فات. لاحظوا معايا اللي فات كيفاش داير الميل ديالو، يعني هابط بزاف، المنحدر شديد. هنايا منحدر، لاحظوا زدنا رخفنا الميل. علاش؟ لان لابونت، لابونت صغر من 0.006. فوالا البونت ديالها صغر من لابونت ديال، ولا بليتو صغر من لابونت الميل باش مايل، صغر من لابونت ديال
ديال الاولى ديال بي. ابري نمشيو عاوتاني دونك ا بي سي بقات لنا دي. دي شحال عندها في لا بونت دي؟ وي فتيو عليا ليكواسيون ديال لا فرونتيير دي. كنا حنا درنا في الدياغرام بريليمينير 0.1 ناقص 0.06 بي اتش. شنو كنلاحظوا في لا بونت؟ عندها بحال البونت ديال ياك، يعني بويسكو عندها نفس لا بونت كيفاش غتكون مع سي؟ عندهم نفس الميل، يعني غادي يكونوا مستقيمان اش مو توازيين. تري بيان، غادي يكونوا متوازيين. دونك غادي يكونوا بحال هكا متوازيين، شفتوا؟ اي فوالا، دونك هذا هو لو دياغرام او بي اش ديالنا. من بعد فاش كنرسموا لو دياغرام كومبلي سي با لا بين نديرو دوك الخطوط المتقطعه، دونك كنديرو هنا ان تري فيرتيكال كي ريبريزونت ليكيليبر دو بريسيبيتاسيون. دونك هنا بيان سور ان او اش 2، هنايا ال ان اي، وهنايا ال ان اي او 2. دابا غادي نشوفو كيفاش نرسموه بلا ديتاي. دونك كومون اون بو ديسيني. دابا هنا انا عطيتكم لينفريد، حيت واحد ليكزامان كنعطاهم دياغرام خاوي ياك، وقال لهم يعمروه. دونك هذه طريقه ما غاديش تحتاجوا ترسموا ولا تعذبوا في دوك لي كالكول لي زابليكاسيون ايتترا. دونك دابا لينفريد انا الدياغرام عندي، قال لي رسموا النيت من الزيرو، عطاني بابي ميليمتري. دونك اول حاجه شنو كندير؟ كنختار واحد لاشيل اللي غيكون مناسب للمعطيات ديال لي بوتونسييل. هنا غتشوفوا كيفاش كنحددوا لي بونط كاع. دونك كنجي كنتراسي لي فالور هنايا، كنختار واحد لاشيل بيان سور بيان ديتيرميني. دونك ناخدو باغ اكزومبل هاد لاشيل، فوالا هنايا كل درجة كتساوي شحال غنديرو؟ نمشيو بصفر فاصلة جوج. اوكي، دونك كنمشيو نعطيو هنايا مثلا ناقص 1.2. هنايا دونك الى مشينا بكل شرطه بحال هكا، كل شرطه الى ايكيفالون 0.2 فولت. دونك هنايا ناقص 1.2 شحال تكون هنا؟ ناقص 1 تكون عاوتاني هنا ناقص 0.8، من مورا ناقص 0.8 تكون ناقص 0.06. ابري دونك بنفس المسافة، كنحتار بنفس المسافة، ناقص 0.4، ناقص 0.2. عاد نلقى هنايا الصفر، سي بون. هنا فين كاين الصفر في البوتونسييل، ومن بعد عاوتاني نبقى طالع ب 0.2. دونك 0.2 ندير عاوتاني الجهه فوالا زائد 0.4، فوالا 0.6، 0.8، فوالا وحنا طالعين حتى نوصلوا لاكبر بوتونسييل عندنا. دونك 0.8، من مورا 0.81، من مورا
واحد فاصلة جوج، واحد فاصلة أربعة، واحد فاصلة ستة، فوالا واحد فاصلة تمنية. فوالا من بعد ما كان تراسي هاد المعطيات هادو، كنجي انا راه ديجا عند بالي الدياغرام بريليمينير ديجا مرسوم، كنجي للبي اش. فوالا هنايا راه باينه البي اش كيساوي 7، لكن عطيت انايا البي اش هنا 0 بي اش، 1 2 3 4 5 6 7 et ainsi de suite 8. هنا كندير واحد لاشال ديالي اي انسي دو سويت. دابا غنجيو ليكواسيون، دونك مثلا عطيوني ليكواسيون ديال لا فرونتيير بي، ولا نبداو بالسهلة، السهلة هي لا فرونتيير ا. عطيوني ليكواسيون ديال لا فرونتيير ا، شحال كتساوي ا ناقص 0.32 ناقص 0.32 فولت. هادي ما متعلقاش ب بي اش، دونك كنمشي لا كورب ديالي وكنقلب على ناقص 0.32، ناقص 0.32 هتجيني هنايا ما بين 0.2 و 0.4، دونك هتجيني هنا شتوها هاد النقطة. دونك كنجي وكنرسم واحد المستقيم لأنه ما متعلقش ب بي اش، دونك تيكون متوازي حتى كنوصل للبي اش كتساوي 7 وكنحبس. اوكي كنحبس ملي نوصل للبي اش كيساوي 7. دونك هنا جاغيت، دونك راني مثلت لا فرونتيير الاولى. لا فرونتيير الثانيه كيفاش غندير نمثلها؟ دونك عطيوني، دونك هادي او ا لا فرونتيير ا، عطيوني ليكواسيون دو لا فرونتيير بي، شحال في لا فرونتيير 1.65 ناقص 0.12 بي اش. دونك هذا مستقيم ياك، تخيلوا معايا عندنا واحد المستقيم ايكغيك كتساوي 1.65 ناقص 0.12 اكس. المستقيم باش كيكون محدد من نقطتان يمر مستقيم واحد ياك، دونك كنقول سي اكس ايغال ا زيرو شحال غتساوي ايكغيك؟ وي 1.65 فوالا 1.65. كنمشي نمثلو هاد النقطة نسميها النقطة ا ذات الإحداثيات، في اكس عندها زيرو في ايكغيك عندها 1.65. دونك فين هي هاد النقطة أ اللي عندها زيرو وواحد فاصلة 65؟ دونك كنمشي نقلب على 1.65 في الدياجرام، غنلقاها جاتني تقريبا هنا. دونك هاني مثلت النقطة أ ياك. دابا باش نمثل النقطة الثانية ناخد شي بي اش مثلا في هاد لي فالور اللي عندي هنا. 10 مثلا. 10 بعيدة شوية، خصنا ناخد داك البي اش يكون صغر من، يكون صغر من 7. ناخد شي نقطة قريبة هنايا في هاد الدومين، ناخدو مثلا 4. دونك شنو غادي نقول؟ سي لو بي اش ايغال 4، شحال غيساوي البوتونسيال؟ شحال غتساوي لو او؟ يعني سي اكس ايغال 4 شحال غتساوي ايكغيك؟ ونحدد النقطة بي. يلا عوضوا لي البي اش ب 4 وشوفوا شحال غتلقاو في او بي. وي شحال؟ 1.17 1.17. دونك غنمشي نمثل النقطة بي اللي الإحداثيات ديالها شحال عندها في إكس، الإكس هي بي أش هي 4، وفي الأو عندها 1.17. دونك فينا هي هاد النقطة اللي عندها، اللي هي دي عندها فوالا 4، وغنمشي نقلب على 1.17. دونك 1.17 هادشي باش قلت لكم غادي خصنا بابي مليمتري، 1.17 تجينا هنا تقريبا ياك، هنا تجينا 1.17. اي دونك كنتراسي النقطة بي، شتو هادي هي النقطة ب ا وهادي هي النقطة بي، وانا كنعرف انه
من نقطتان يمر ماذا؟ يمر مستقيم واحد. دونك كنجي لهنا تو سامبلومون وكنتراسي. شفتو جوج النقطات كيحددوا ليا المستقيم كيفاش غيكون غادي، سي كلير. وكنجي هنايا كنسد تو سامبلومون لان عندي البي اش ايكال 7، دونك الطريق كتكون مسدوده هنايا. وبنفس الطريقه غادي نمشي نخدم على لا فرونتيير، على لا فرونتيير سي، غادي نلقى عندنا لا بونتير بحال هكا. وعاوتاني حتى نفس الطريقه غادي نخدم على لا فرونتيير تي، وغادي نلقى لا بونتير بحال هكا. اسكو سي كلير؟ وي. ممكن تعاود تشرح لينا هادي ديال البونت بي؟ كيفاش البونت بي؟ فرونتيير بي، تعاود تشرحها لينا فاش كي درتي رسمتيها. واضحه كيفاش لقينا الا؟ وي. بي ما واضحاش كيفاش لقيناها ياك؟ وي. بي شنو درنا؟ خدينا واحد النقطة اعتباطية من أي نقطة بغيتي. إلا خديتي في البي اش عوضتيه بربعة وحسبتي البوتونسيال غتلقاه كيساوي 1.17، كتمشي تقلبي على 1.17 وكتلاقي 1.17 هكا مع الربعة لتحت وكتلقاي واحد النقطة، هذيك النقطة هي النقطة بي. المستقيم كيدوز عندك من أو بي، دونك هكا غادي يكون، سي كلير؟ بحال قلتي باش كنمثل المستقيم، كنمثل جوج النقط كينتميو لذاك المستقيم. ما عجباتكش مثلا الربعة غتمشي تختاري الثلاثة ياك، غتعوضي بي اش بثلاثة. ملي غتعوضي بي اش بثلاثة غادي تبقاي طالعة مع هاد الثلاثة وتشوفي شكون هي النقطة اللي كتكافئ الثلاثة، غتلقاها كتكافئ مثلا لواحد فاصلة جوج وغديري واحد النقطة أخرى وتوجو غتلقاي لا ميم بونت، سي كلير؟ باش كنمثل المستقيم كنمثل جوج ديال النقط كينتميو لهذا المستقيم. كناخذوهم اللي بغينا حنايا، كناخذوهم اللي بغينا بناء على هذه المعادله. هذه المعادله هي اللي كتوجهنا في الاخذ. بي اش نعوضو باش ما بغيت، سي بون، نعوض بي اش بواحد العدد ونشوف شحال غيعطيني او. وكنلقى لي بوان الام لي لو كوردوني ديالهم. ممكن صايبو غير هذه اللي موراها حيت جاتني بشكل فاش رسمتها. اها دونك نخدمو على اش من ايكواسي، اش من بونت بغيتي، اش من فرونتير بغيتي نخدمو عليها؟ سي اللي موراها. سي، ها نتوما تبعو معايا مزيان. اول حاجه راني ديجا انا حددت دابا ما عندناش مشكل كيفاش حددنا ليكواسيون ديال لا فرونتير سي. شحال لقينا في ليكواسيون ديال لا فرونتير سي؟ 1.23 ناقص 0.06 بي اش، دونك شنو غادي نديرو هنايا باش نحدد؟ انا عارف ان هاد المستقيم جايني هنا، شتو؟ انا ما عرفتش لا بونت ديالو، ما عرفتوش باش هابط. دونك شنو غندير؟ غادي ناخد دي فالور اللي هما اكبر من 7، سي كلير؟ دونك سي لو بي اش ايغال بار اكزومبل، عطيوني شي نقطة في البي اش تكون كبر من 7. علاش كثر من 7؟ ها؟ علاش كثر من 7؟ لأن عندك في الدياغرام بريليمينير فاش درنا داك الدياغرام الأول اللي كيعطينا فكرة على الدياغرام، لقينا هكا دايرة، لقيناها كتبدا من 7، لقيناه كيبدا من لهنا. ها هي إلا درتي إسقاط هنايا غتبان لك 7، شتي؟ من هنا كيبدا لك لا فرونتيير سي. دونك عطيونا شي قيمه اكبر من 7. ممكن نديرو 7 ونبداو منها. ديرو نيت 7، يلا. سي لو بي اش ايغال 7، ها هي. شحال غنلقاو في او سي؟ كالكولاتريس. 0.81. دونك هي ديجا كاينه. دونك الى درنا بي اش كتساوي 7 غنلقاو في سي. واش درتي سيلفو بلي، واش درتي 1.23 ناقص 0.06 مضروبه في 7، درتي الاقواس هنا ولا لا؟ درتهم. عطاتك 0. وي هي هذيك
0,81. دونك الا كاين شي ايرور في ليشيل، حيت ما احترمتش انا ليشيل هنايا، شتوهم حيت ما احترمش ليشيل تحت، ما درتش المسطره. كون درنا المسطره راه غنلقاوها جايه هنا، جينا هنايا سي كلير. اي حيت ما احترمش نورمالمون خصنا قلت لكم بابي ميليمتري، هادشي كيتدار فرديا، كل واحد كيخدم على بابي ميليمتري وكيبدا يعوض وكيلقى داكشي هو هذاك، لاننا حنا ما احترمناش التدريجات. لاحظوا الفرق ما بين التدريجات، راه ماشي بحال ما شديناش المسطره وكنحسبوا، دونك سي نورمال غنلقاو النتائج اللي ما... خذوا الفكره سيل فو بلي، والفكره حاولوا تطبقوها في بابي ميليمتري، راه غيعطيكم داكشي اكزاكت. دونك خذوا لي نقطه اخرى سيل فو بلي. أستاذ كنظن المشكل هو في ديك سبعة، حيتاش خدينا سبعة؟ إلا خدينا 10 غادي تجي هي هاديك. لا حتى الا خدينا، حتى الا خدينا سبعة غادي تجي هي هذيك. خذوا المهم نقطة أخرى سيل فو بلي، دونك انتم عندكم نقطة ملاش كيدوز المستقيم هي هذه، خذوا النقطة الأخرى. سولي سي لو بي اش ايكال 10، شحال بي اش كيساوي 10؟ شحال لقيتي في او سي؟ وي الى عودتي ب 10 شحال تلقاي في او سي؟ 0,63. دونك كنمشي نقلب هنا على 0,10، ها هي 0,10، ونشوف 0,63. ما يمكنش غادي تلقى الشيء، راه قلت لكم خص الدياغرام يكون مرسوم بالمسطره سيل فو بلي ومحسوب، ونو بو با هنا خصنا نورمالمون يكون داكشي مسطر مزيان. عاد باش غنلقاو لي فالور اكزاكت، دونك غنلقاو ان فالور هنا وغادي نتراسيو تو سامبلومون، وغادي نمشيو عاوتاني لا فرونتيير تي. او سيت دابا النقطة الثانية اللي خدينا هي 10، وناخدو النقطة الأولى هي 7. أييه فوالا، العشرة غتعطيك واحد الفالور، والسبعة غتعطيك واحد الفالور، وفوالا ولاقي المستقيم، وهانتي صافي لقيتي، هانتي لقيتي لا دروات. حاولوا تشوف هذا، حاولوا تراسيوه سيل فو بلي في بابي ميليمتري، وريوني شنو لقيتو. ما يمكنش يعطيكم نتائج متناقضه، حاولوا هذا تراسيوه في بابي ميليمتري سيل فو بلي، حيت هذا راه كيتخدم في بابي ميليمتري. سي بون، المهم انا عندي هو واش باينه الفكره كيفاش كنرسم مستقيم انطلاقا من المعادله ديالو، هذا هو المهم بالنسبه ليا. واش واضحه ولا ما واضحه؟ وي واضحه. سي بون، هذا هو الاساس. ولا بغيتو ديروا شي خدمه متقونه، ان بون ترافاي يعني فوالا، يكون داكشي اكزاكت، ارسموه في بابي ميليمتري، حيت بابي ميليمتري هو اللي كيعطيني الحساب. الحساب صابون كيعطيني الحساب لاصق، ما غاديش نبقى حيت هادشي حنا رسمناه غير اعتباطيا، يعني ما عطيناش، ما احترمناش التدريجات. سي كلير، دونك هذا تو سامبلومون هو الدياغرام او بي اش. دونك مازال نعطيكم دوطخ اكزرسيس باش تخدموهم ان شاء الله بوغ لا بروشين سيونس. استاذ وي تفضلي. فاش كنا كنديرو هذوك ليكواسيون دابا غير ديال الاوكسيد، ما درناش ديال البريسيبيتاسيون، ما غاش نحتاجوها في البريسيبيتاسيون، غنحتاجو غير هاد السبعه هادي، غنحتاجو غير البي اش دو بريسيبيتاسيون. في البريسيبيتاسيون البوتونسييل تيبقى بحال قلتي، هما كيكون عندهم نفس الدوغري دوكسيداسيون في البريسيبيتاسيون. من هنا حتى لهنا راه عندك الان اي دو بلس مع الان اي او اش دو، ما كيتيشونجاوش عندك فوالا، اون نورا با ان ايشونج دي زيليكترون ايسي، دونك اوتوماتيكمون كنلقاو واحد البي اش كي كونستانت. دونك شتي هاد الخط هذا كيكون عمودي، كنحددوه تو سامبلومون. سي كلير؟ وي ميرسي. سي بيان.
Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? أو سدك داك ليمي داك الفرونتيير بي واش ضروري تحبس في السبعة؟ وي ضروري تحبس في السبعة، ما يمكنش تبقاي هابطة هكا. صافي، إن فوا تهبطي هنايا صافي، راك دخلتي في واحد الدومين آخر. ضروري الحبيس هنايا خصو يكون في السبعة. وهذاك الفرونتيير سي محتدي مش غادي مالو؟ يبقاو غادي يكونوا فين ما متوازيين. حبسناهم هما هادوك. ايه، فين ما حبسناهم هما هادوك، با دو بروبليم. سي كلير. Oui, انا c'est clair. نوريكم الدياغ... انا غادي نسكاني ليكم الدياغرام كيما هو مرسوم في الكوريجي، وحاولوا ديروا غير بالمسطره وشوفوا واش هادشي اللي درناه هنايا، هاد الحسابات ديال كيفاش كنرسم مستقيم انطلاقا من المعادله ديالو عن طريق التعويض، واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك، وردوا عليا. وما كرهتش صراحه ترسموه في بابي ميليمتري باش تضبطوا كيفاش كنرسموا ان دياغرام تو سامبلومون. سي كلير؟ Oui. Oui, c'est clair.